تحية لك يا كابتن سيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي كل مكان. نجوم الاستوديو التحليلي، يمكن زي ما قلنا مباراه اكثر من رائعه لعيبه النادي الاهلي بالفعل تثبت كل مباراه ان هي على قدر المسؤوليه، وده اللي اتعودنا عليه. معايا طبعا ميدو جابر، واحد من النجوم. كابتن ميدو، يمكن ده اللي قلنا عليه قبل كده، التركيز كان سمه المعسكر قبل انطلاق هذه المباراه. شايف ان مستر باتريس حضر اللعيبه بشكل كبير فنيا، حضرهم نفسيا، وحابب تقولي على الفوز المميز ده جدا يا كابتن؟ والله اولا طبعا برحب بكابتن سيد حفيظ، طبعا ربنا يكرم. الحمد لله احنا الماتش كان مهم جدا، الماتش ده كان هيخلينا ان احنا نبقى اول مجموعه، ماتش مع الترجي في رادس، ماتش مهم جدا. الحمد لله قدرنا نعديه وكسبنا. الحمد لله دي مش النهايه، يعني الحمد لله ان احنا كسبنا النهارده، صعدنا من المجموعات الحمد لله، دخلنا الصعود. نركز في اللي جاي باذن الله، والنادي الاهلي طبعا لما بيلعب في اي بطوله بيلعب على البطوله نفسها، فاحنا ان شاء الله الفرحه كويسه طبعا ان احنا كسبنا، لكن ننهي الفرحه بسرعه ونركز في اللي جاي ان شاء الله ان احنا نحصد البطوله باذن الله. يعني نقطه واحده للوصول ل10 نقاط، ده مجهود كبير جدا، وده يدل ان كان في اصرار كبير على تصحيح المسار في البطوله الافريقيه. ده بيرجع لكم، بيرجع للجهاز الفني، لكن شايف من نقطه واحده ل10 نقط ده بيعود لي يا كابتن؟ هو النادي الاهلي حصل، النادي الاهلي طبعا اتحط في المواقف دي كتير، كان بيبقى في اول دوري المجموعات ممكن يفقد 3 بونت 4 بونت، لكن النادي الاهلي معروف طبعا، لعيبه النادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز الفني ان احنا بنركز. النادي الاهلي اسم كبير نادي القرن الافريقي، فان احنا ان شاء الله من بونت الحمد لله 10 بونت ان شاء الله باذن الله، يبقى 13 بونت في الماتش الجاي. وان شاء الله نكمل على كده باذن الله ونحصل البطوله باذن الله. كتير جمهور النادي الاهلي اكيد كل السعاده، وسعيد جدا النهارده بالمباراه وبالاداء المميز ده. مستنيين منكم كتير يا كابتن ميدو الفتره اللي جايه، وان شاء الله بطوله افريقيا يكون من نصيبنا. لو في رساله بنوجهها لجمهور النادي الاهلي ممكن تقول يا كابتن ميدو؟ طبعا لا، احنا كلنا طبعا بنشكر جمهور الاهلي، بيقف ورانا دايما. انا كشخصيا جمهور الاهلي وقف معايا الفتره اللي فاتت كتير جدا، والناس كلها كانت بتكلمني، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور كله باذن الله. يعني حبيبي شكرا، ربنا بنشكر اكيد كل نجوم النادي الاهلي يا كابتن سيد، وزي ما بقول لك مستمرين معاكم طبعا اكيد لقاءات خاصه. ايمن اشرف، يمكن بحييك على مجهودك الكبير مع النادي الاهلي.